نروح للعد التنازلي، اسئله سريعه والاجابه في 10 ثواني. ما المركز الذي يرضي جماهير الاتحاد هذا الموسم؟ طموحات الاستاذ محمد مصالحي. اول ست فرق. اول ست فرق. نروح للسؤال اللي بعد كده. لاعب لم تتمكن من التعاقد معاه كان من الممكن ان يكون اضافه كبيره للفريق السنه دي. مش فاكر مين بس لا ما حصلش. مفيش حد كان تحطي عينكوا عليه والدنيا ما مشيتش. واحد. واحد مين بقى؟ اسلام عيسى. اسلام عيسى. والامور الماديه هي اللي وقفت. لا 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 هو ساعتها كان في صفقه تبادليه مع فرقه ثانيه. مع سيراميكا. صح كده؟ مظبوط. نروح للسؤال اللي بعد كده. افضل لاعب تعاقدت معاه من الاهلي. من الاهلي؟ محمود متولي. السؤال اللي بعد كده. افضل لاعب تعاقدت معاه من الزمالك. من الزمالك زمان ولا دلوقتي؟ عامة اي وقت. خالد قمر. خالد قمر. خالد قمر عمل عمل شغل حلو قوي في الاتحاد فعلا. اكتر نادي تحب تتعامل معاه في الصفقات، الاهلي ولا الزمالك؟ اللي اتعامل معايا كتير بصراحة الزمالك. الزمالك. اللي اتعامل معايا كتير جدا الزمالك. الزمالك. واللي ساعد نادي اتحاد كتير نادي الزمالك على مدار سنوات من خلال المستشار مرتضى منصور. نروح للسؤال اللي بعد كده. لو كنت صاحب القرار في الزمالك هل كنت ستقوم ببيع زيزو؟ من غير جمهور الزمالك ما يزعل؟ من غير جمهور الزمالك ما يزعل. طبعا ابيعهم. طبعا تبيعهم. عايز بتتكلم في قيمه كبيره جدا جايه لزيزو. بتتكلم في حوالي 6 او 8 مليون دولار. بتتكلم في مبلغ خيالي. خيالي يعني. هل الحكام تجامل الاهلي والزمالك على حساب الانديه الاخرى؟ احيانا. السؤال اللي بعد كده. لاعب في الاهلي حاليا تتمنى التعاقد معاه؟ وسام. وسام ابو علي. وسام مكسر الدنيا. افضل لاعب في مصر حاليا؟ انا بحب واحد. مين؟ بموت فيه. مين؟ محمد صلاح. لا ده في العالم مش في مصر. يبقى زيزو. يبقى زيزو. السؤال اللي بعد كده. المرشح الاول للتتويج بالدوري هذا الموسم. بص هي مش هتطلع غير من الاهلي والزمالك. اهلي وزمالك مش بيراميدز. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. السؤال اللي بعد كده. ما تقييمك لاداء اتحاد الكره الحالي كم من 10؟ 5. 5 من 10. طيب